السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة إكرام شانيل. اليوم بغيت نشارك معكم واحد سلطة على بحال الطريقة ديال لاطارت. عندنا خيزو مسلوق، بابا مسلوقة، بطاطا مسلوقة، ثلاثة البيضات، عندنا حامض، الخل، زيت الرومية، ملحة، البزار، مايونيز. غادي نشدو خيزو نحكوه بوحدو، بطاطا نحكوها بوحدها، بربا نحكوها بوحدها. انا غادي نحكهم ونكمل معكم. دابا جات ليكم بعد ما حكيت كل شيء. غادي نسبق بطاطا، هي اللي غنسبقها في الطبسيل. واول حاجه غادي نديرها غادي ندير لاصوص باش غادي نسقي الشلاضة. غادي ندير الحامض، الزيت، زيت الرومية، الخل، نديرو الملح والبزار. وغناخدو جوج معلقات نتاع مايونيز. ونسيت قلت لكم بان الخل عندنا معلقه، الزيت معلقه، الحامض معلقه. بعد ما صيبنا لاصوص ديالنا نخليوها على جنب. غادي نديرو بطاطا، وغناخدو غير نص ديال القياس ديال البطاطا، حيت غنديرو الطبقه الاولى بها والطبقه التاليه. بعد ما صيبنا الطبقه الاولى نتاع البطاطا نشدو لاصوص اللي غادي نديروها، غنديروها فوق الطبقه نتاع البطاطا. وغادي نديرو دابا الطبقه ديال الخيزو، الخيزو غنديروه كامل حتى هو نفس الطريقه، نديرو على شكل دائري. بعد ما صيبناها حتى هي بحال الشكل نتاع البطاطا، غادي نديرو لاصوص كيما الاول. نديرو من كتر شويه، نديرو غير شويه نتاع لاصوص. دابا غادي يبقى لنا الطبقة ديال الباربا، حتى هي غنديروها بحال الخيزو كاملة. حتى الباربا من بعد ما سليناها غنديرو فيها حتى هي شوية نتاع لاصوص. دابا غادي نديرو البطاطا اللي بقات لينا، نديروها حتى هي طبقة من الفوق. دابا هاد الطبقة هادي حتى هي غادي ندير فيها شوية ديال لاصوص. دابا بقات لينا الطبقة التالية ديال بيض مسلوق ومحكوك. دابا غندوزو للمرحله ديال التسليم ديالها. غندوزو للمرحله ديال التسليم وخلاص تزيين كل واحد والرغبه ديالو. دابا هذا هو الشكل النهائي، غنقطع لكم تشوفوا الشكل.
هذا هو الشكل النهائي البنات، كنصحكم انكم تجربوه، ما غاديش تندموا، كتجي هائله. وتقدروا ديروا هاد الضياف، المذاق ديالها زوين والشكل ديالها زوين. نتمنى انكم تابوناو عندي في القناه وديروا لي لايك.